حي الله يحفظك، الله يبارك فيك يا اخوان. بسم الله، السلام عليكم اخوتنا واحبابنا، نديروا ان شاء الله افتتاح بهذا الخير. الله يبارك الاخوان. اليوم راحنا كنتواجدوا في السوق حد البروج بني مسكين اقليم سطات، صور الاخوان راه بتاريخ 6/10/2024. الله يبارك، نديروا ان شاء الله افتتاح بهذا الخير. اليوم راه من السوق حد البروج بني مسكين اقليم سطات الخوان، تبارك الله، الله يبارك. ما سولتيش شحال معطى شحال؟ اييه غنشاركوا بعدا معاكم الاخوان هاد النعجات وهاد الفحل، وغنشاركوا معاكم شي اصدقاء حتى هما راه كيتبعونا متابعين القناه الخوت، نشوفوا بعدا الثمن ديال هاد الخير. الله يبارك خو العزيز، كي داير هاني؟ تقريبا شحال كاين هنا من نعجه وشحال من ولد؟ انا التفاصيل كاين 4 خرفان وجوج حوليات و 6 شيه وكاين فحل. فحل بالنسبه للفحل اش داير في السن؟ ستاتي تبارك الرحمن ما شاء الله. فحل اخوان راه ستاتي هذا، بالنسبه للنعجات اش دايره حتى هما في السن؟ جامعات ياك. اييه عطاوك شي حاجه مازال؟ 80. اييه 4000 درهم. بالنسبه للفحل عطاوك شي؟ 100. 5000 درهم تبارك الله. المليح الله يعطيكم الصحه، لا المليح تبارك الله ما شاء الله. بربر قلت لي جاب بالنسبه للعلبه الرويزر. تبارك الله تبارك الله ما شاء الله، خيرات تبارك الله. خو العزيز اخوان تبارك الله خيرات الخوت، السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في السوق حد البروج. تقريبا منين جيت؟ من كازا، متابعين ديال يونس ود مجيد. كي جاكم السوق اديتوا شي حاجه او مازال؟ او القضيه قاصحه شلا تامين كتسمعها تامين خيالي. تقديتي خروف او حوليه؟ حوليه ياك. بالنسبه للحوليه راه قاصحه بزاف كاع في نفس الوقت كحريفي انا نقول. ولا بغيتي مليح المواصفات ما تلقاهش، خاصك تقاتل عليه وتجي ليه بكري، ولكن ثاني سلعه قليله في هذيك المواصفات وداك الشيء. مع 12 ديال الليل تقريبا شحال تقديتي دابا ماكسيموم؟ مازال بالنسبه للخروف هذاك راه كاع ما تحتاجش تهضر به عليه. خروف 60000 راه الحشو ديال ما تجيب لك والو، 60000 ما تجيبش لك. ماشي الاخوان راه 70000 راه يلاه غتجيب لك خروف كان كيدير 30000 او 40000. الله يرحم الوالدين. وتبارك الله عليكم، وتحيه للسي مصطفى، وتبارك الله الاخ، وفرجه ممتعه الاخوان. ياك اييه تحياتي لمنى الفيديو، وتبارك الله عليكم ومرحبا بكم اخويا العزيز. اللهم يسر. امين. 84300 درهم الاخوان هذه السلعه من السوق حد البروج، تبارك الله باش دازت 4300 تبارك الله ما شاء الله. السوق 80000 ريال ما شاء الله. الله يبارك. سير 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 زيد 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 اخوان هذه راه 4300 باش خرجت اليوم من سوق حد البروج. الله يبارك. السوق 80000 ريال ما شاء الله ما شاء الله، خيرات تبارك الله. سير والله يسخر ليكم اخويا العزيز، الله يجيب تيسير. اللهم يسر اللهم يسر. سلعه تبارك الله، سلعه زينه. الله يبارك. تبارك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. سير والله يسخر لك. سير السي عبد الحق، سير سير سير. يا الله ما تنساوناش في اللايك ديالكم. تبارك الرحمن ما شاء الله. غوزين ديال الحوليه الاخوان تبارك الله. شحال عطاوك الحاج؟ السلام عليكم. حاطين اخويا 44. 44 اييه 2200 درهم. زينه سلعه زينه تبارك الله. وري مقوار اييه كلشي مقوار كلشي ودنياك ودنيا بحال بحال ياك. شوف مليح تبارك الله ما شاء الله. زينه زينه تبارك الله الاخوان. هذه 2200 درهم، هذا المعطى الاخوان ديال هذا الخير.
44 سيد تبارك لك. هذا المعطى ياك كيف ولدي كيف نعطاك السوق دابا عاطيني 44 شحال قاطع ان شاء الله قاطع 45 سير الله يسخر لك عمي الحاج اييه المعطى يا اخوان 44 2200 هو قاطع ب 2250 ما يجيب تيسير ونمشيو تجاه اخر زيد 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 تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله هاد الخيرات الاخوان راه كيتواجدوا في السوق حد البروج هادو تبارك الله قلت لي راه السوق تبارك الله اخر ما يكون في السوق ما شاء الله هما ضاربين الطوب اليوم في الخير اياك تبارك الله ما شاء الله اخوان هادو راه نعجات ملكيات تبارك الله هادو ما مطبوعات ياك ما مطبوعات لا شات جات مطبوعات جات ولا يلاه ها جوجات مطبوعات وجوجات لا عطينا المطبوعات كاينه هذه ياك ايه اختي راها فين هي وكاينه هذه عطوني فيه مليون مليون ونص اه كاينه هذه عطيها لي عطيها تبارك الله ما شاء الله مليون ونص الخوش المعطى هذا المعطى بالنسبه ل جات دافعات وجات يلاه كيرخي جوجات دافعات وجوجات يلاه بداو كيرخي تبارك الرحمن ما شاء الله طيب يبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نعجات مقرقعات الخوت اليوم تبارك الله السوق حد البروج هانتوما الخوت الله يبارك تفوع تفوع تبارك الله وخلي الاخوان ان شاء الله النمره اخويا العزيز اللي بغاهم ان شاء الله شي حبيب يتواصل معاك تبارك الله المليح المليح الاخوان الله يبارك خلي قول لنا قول لنا النمره الاخوان اللي يحتاج شي حاجه يتواصل مع خويا 06 76 75 02 62 هو هذا يعطيك النمره هو الكافيه اييه اللي عجبوه ان شاء الله راه يتواصل معاكم اييه ابعتوهم سيروا الله يسخر لكم ما يسر تبارك ما شاء الله المليح مليح تبارك الله الله يعطيكم الصحه اييه مليح راه السوق هذا الاخوان وفرجة ممتعة ومشيو تجاه اخر اللهم يسر ما شاء الله ما شاء الله طيب يبارك اخوان صباحكم مبروك تحياتي لجميع الاخوان اللي داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن اليوم الاخوان راه فيديو جديد مع اخوكم يونس ونجيد تبارك الله الله يبارك هذيك اخوانينا الحضرات بعد هذه تباعت هذه وحده اخرى حتى هي تبارك الله ما شاء الله هذه الاخوان نعجه ديال الانوك اليوم من السوق حد البروج الاخوان تصوير بتاريخ 6/10/2024 الله يبارك نشارك معكم هذا الخير تبارك الله ما شاء الله وليدات تبارك الله ها البوق 5 ملايين تبارك الله هذه الاخوان كاع نعجه انوك تبارك الله ما شاء الله نعجه مطبوعه تبارك الله والصور قلت لي ياك كامله ثنيه وكاينه وحده اللي رباعيه الاخوان تبارك الرحمن عطاوك شي حاجه اخويا العزيز مازال 138 اييه الفرادي مليون الاخوان تبارك الله شحال في هذه اخويا العزيز فيها 25 اييه فيها 25 كاينه ثنيه وحده اللي رباعيه الاخوان 138,900 درهم تبارك الرحمن ما شاء الله الله يبارك المليح ديما معكم المليح الاخوان انقى ابو عبد الرحمن قول لنا الاخوان ان شاء الله النمره ديالك مرحبا خلي الاخوان النمره 06 02 26 79 77 47 هذيك اللي صورتينا اييه قول عندك سلعه وحده موجود السلعه فيها هو الاخوان اييه هو الاخوان راه كاين غير هنا في حدا السوق حدا السوق ملاصق مع السوق الاخوان والله يجيب التيسير اللهم يسر لك الطانقه الاخوان ديال لانو كلها مرشومه اييه راه كامله تبارك الله هانتوما كامله تبارك الله مطبوعه الله يبارك والله يجيب التيسير نمشيو تجاه اخر اللهم يسر كلها مرشومه تبارك الله السلعه السلعه تبارك الله الاخوان يلا ما تمشيو فين نشارك معاكم ان شاء الله الاسمنه ديال الخروف وديال النعجه وديال الحوليه الاخوان وما تنساوناش باللايك ديالكم جزاكم الله خيرا فرجه ممتعه ما شاء الله الله يبارك الاخوان شاركوا معكم هذا الخير تبارك الله نعجات انو 310 ايه اش دايره في السن رباعيات تبارك الله الله يبارك
رباعيات الاخوان هادو 310 انوغ راه مطبوعات ديال لانوغ الخوش هاتهم الطبعه ديال انوغ تبارك الله الاخرى حتى هي انوغ كاين ضرار وتيريزا كاين ضرار ولا مازال ياك تبارك الله هذه دافعه هاك تبارك الرحمن حنا نسقلو هذه دافعه الاخوان تبارك الله ما شاء الله اييه نسقلو من نسقلو مولاهم نعرفوا واش دار والسن يعطينا كاع داكشي التفاصيل سير الله يسخر خويا العزيز وكنشكروه اللهم يسر اللهم يسر اخوان نشارك معكم ان شاء الله الخير الله يبارك خويا العزيز كي داير هاني وشي مزيان امور هانيه اييه هذه الاخوان حوليات تبارك الله كسابيه الخوت الله يبارك عطاو خويا شي حاجه ولا مازال 55 53 اييه هذا المعطى تبارك الله بحال الخوت 2650 درهم الخوت هذا المعطى الاخوان تبارك الله حوليات كسابيه الله يبارك ما شاء الله شحال فيها خويا العزيز هذه فيها 20 ياك 20 راس الخوت تبارك الله سلعه تبارك الله تشوب تبارك الله دميعات ايبارك اي لا سلعه زينه حوليه زينه تبارك الله الاخوان هذه الخوت راه على جوج جوي الكسيبه الناس اللي باغا ان شاء الله دخل العلف على جوج جوي الاخوان تبارك الرحمن خلي الاخوان ان شاء الله النمره ديالك اييه قول لنا النمره اخويا العزيز 0678 10 53 74 صافي سير الله يسخر الله يجيب لكم التيسير اسيدي هما يسر ونمشيو اتجاه اخر الخوف خويا العزيز زيد عليك المليح تبارك الله امين امين بالنسبه لنا عجاج تبارك الله راه ما شاء الله طول ها القدار الله يبارك السن جامعه قلت جامعة السن غير زع على ولده اييه وغير زع على ولده اييه ولده كبير تبارك اييه جر لي الخروف الخوت ولده راه كبير عندك بشويه عاد بشويه عزيز شحال يكون عاد الخروف دابا تقريبا من شهر تكون عاد خمسة اشهر خمسة اشهر ياك اييه خمسة اشهر هذه رباعيه اييه هذه الاخوان راه رباعيه ما شاء الله اييه خروف خروف تما ثلاثة ولدات اييه ثلاثة ولدات كورة هذه جا ولدات قريبا اييه اييه تبارك الله ما شاء الله ها ولد الاخوان هذه وهذه هذه جايرة في السن جامعة هي جامعة اييه ها ولد الاخوان شحال عطاو قلت لي جوج ملاين و 86 162 لكل وحدة الاخوان هنا المشرق هذا المشرق اييه اييه وخلي الاخوان النمره ديالك اخويا العزيز بالنسبه للمقر فين كاين القراقره هيك اييه اللي جا البروج القراقره راه قريبه خلي الاخوان النمره اخويا العزيز 06 06 10 10 70 88 50 الله يسخر الخويا الله يجيب لكم التيسير اللهم يسر اخوان نشارك معكم ان شاء الله اتجاه ديال الماعز هذا قلت لي هادو مورسيان اييه والدات تبارك الله الاخوان وكاين حتى الصغار قلت لي هنا هي اللي سنان الحليب هذه سنان الحليب هذه ثنيه اش والدات وحده والده جديه وحده والده جدي شوفوا تبارك الله الدراع اللي عاد الاخوان ما شاء الله ما شاء الله معزات والصغور قلت لي كاين حتى الصغور تبارك الله وهادو مورسيانو تبارك الله الثمن عطاوك شي حاجه مليون و3 هي دابا المعطى ياك اللي عطا السوق الاخوان وقاطع مليون و60 تبارك الله خلي الاخوان النمره ديالك اخويا العزيز 06 14 81 54 05 اييه تبارك الله ما شاء الله زيني الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه سير الله يسخر خويا العزيز تبارك الله عليك اخويا ما شاء الله الاخوان نشارك معكم هذا الحل راه انو الله يبارك حل مليح ما شاء الله سير دوز اخويا انو تبارك الله حل مغيز الله يبارك
اخويا العزيز بالنسبه بغينا نشاركوا معكم الثمن ديالو السن ديالو ماليه بانوا لي ما حاضينوش هنايا مالي ما كاينينش ولكن انا كعشاق كتعجبني واحد الحاجه كنبغي نشاركها معاكم هانتوما الخوت هذا راه انوغرا مطبوع بالنسبه للسن باش نشوفوا السن الاخوان لا بغى يتقال لينا رباعي الخوت رباعي هذا السن ديالو رباعي ومطبوع انو تبارك الله زين بحال زين النمره النمره الاخوان لا تبقاو معنا ما فيش النمره هذا غيكون انو قعيد بقاو معنا ازقا النمره واحد وكاين النجمه الخوت النمره واحد وكاين النجمه تبارك الله هذا بعدا راه عول على 10000 درهم 9500 الثمن صيف فيها هذا الاخوان والله والله يصاوب والله يجيب التيسير الجميع وفرجه ممتعه الله يبارك خير هذا تبارك الله الاخوان ما شاء الله هذو الاخوان راه والديت خروف 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 وعبوره خروف وعبوره تبارك الرحمن ما شاء الله خروف وعبوره هذه الوالده خروف اش داير في السن جموع 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 اييه بالنسبه للثمن اخويا الثمن اخويا مليون وثلاثين مليون وثلاثين هذه والده عبوره هذه الاخوان والده عبوره مليون وثلاثين الاخوان تبارك الله وخلي الاخوان النمره ان شاء الله اللي بغات تزوجات راه يتواصل مع اخويا العزيز قول لنا النمره اخويا 0 الساعة 10 70 88 50 اييه عبوره مشات لهي سير كاع هذا اييه تمر رجب الله تمر رجب الله وهذا وقول لك المليح راه بحقه تمام سير الله يسخر لك ابو عز الدين وكنشكروك لا ما يسر لك الله يبارك الاخوان نشاركوا معكم هذه النبات عند سي محمد سي محمد صباح مبروك اسي كل شيء مزيان سي محمد غبورات انا اللي غبرت ولا انت اللي غبرتي ولا احنا بجوج قول لي هذه تقديتها اليوم ياك سي محمد اييه سلعه هذه النبت هذه الدوريجين ديال الخروف تبارك الله اييه تبارك الله الله يبارك السي محمد شحال رقدت اخويا 69 و600 69 و600 ريال هذا مشريها مشريها فاش تقريبا شحال كاين هنا من الخروف كاين اخويا 14 14 ياك المشره ديالها 69 و600 ريال اييه تبارك الله خلي الاخوان النمره واللي يحتاج شي حاجه الله يحفظك أيوة المشاهدين أيوة. داخل الوطن وخارج الوطن وكنشكروك اخويا ونسوق الله يحفظك وشكروا وسلم لي على ابو عبد المجيد اييه وحدك الله وعزاز علينا يونس والوالد ديالو هو هو عزاز علينا نطلبوا الله ما ييسر الجميع وخلي الاخوان النمره ابو محمد 06 22 41 21 دوبل زيرو اييه وتحيه للولاد اييه 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 واللي يحتاج شي حاجه ماشي غير شي حاجه ما احنا بحال راه كيعرفك انت فيونس يعرفوني انا هذا الشيء اللي كاين قول لي قال الفرق سير الله يسخر ابو محمد تبارك الله عليك